طب هل اليوم عيد المسيرة الخضراء؟ شنو هي بالنسبة لك المسيرة؟ المسيرة الخضراء حدث تاريخي اللي كيحتفلوا به المغاربة كاملين، اللي المغاربة كلهم كيعرفوه، اللي هو اليوم اللي ديال التحرير ديال الأقاليم الصحراوية ديالنا. بيان سور هو حدث المغاربة كلهم كيعرفوه، وخصوصا الجيل ديال السبعينات اللي قام بالمسيرة الخضراء واللي قام بها المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، اللي شكلت حدث العالم كامل، اللي عطات درس للعالم، يعني المغاربة كيف داروا استرجعوا الأقاليم ديالهم بطريقة سلمية. حيت يوم العيد المسيرة الخضراء. وانت واش عارف علاش؟ احتفال لمسيرة خضراء وتقدير هذا اليوم. شنو بالنسبة لك المسيرة الخضراء؟ يوم ماشي عيد استقلال المغرب، ولكن شنو كتعني لك؟ شنو تعني ليا المسيرة الخضراء؟ ماشي عيد العرش، مابقيتش عاقل، فهمتني؟ ونتايا شنو كتعني لك؟ يوم تاريخي بالنسبة ليوم المغاربة بصفة عامة، وهاد اليوم الناس كاملين بصفة عامة تيحتفلوا به. لأن شنو عارفة على المسيرة؟ لا ما اقدرش. اليوم المسيره الخضراء اليوم المسيره الخضراء، ومعروف كاع المغاربه اليوم ما كيكونوش خدامين وكيكونوا كيحتفلوا بهذا اليوم، حيت كيشكلنا وطنيه ديالنا وصافي، هذا اللي نقدر نقول. حيت قالوا في التلفازه خاص يديروا صلاه الاستسقاء، وقيله مش اليوم نتسناو وغدا يصليوا الناس صلاه الاستسقاء، وقيلا ما عرفتش يوم الخميس نهار زوين. المسيره هو حدث تاريخي كانوا شاركوا فيه بزاف ديال المغاربه باش يعبروا على الوطنيه ديالهم ويدافعوا على بلادهم بشكل معنوي. مهم اليوم عطله، حيت اليوم هو واحد اليوم عالمي، نقولوا عالمي حنا بالنسبه للمغاربه، فهو هو المسيره الخضراء اللي تحتفلوا به كاع المغاربه، اللي في 16 نوفمبر 1900 اللي كان في 16 نوفمبر 1975، هذا اليوم هو اللي قام به جلاله الملك الحسن الثاني بواحد الخطاب اللي دعا فيه كاع المغاربه باش ينوضوا ينزلوا للصحراء ديالنا باش نحرروها. حيتاش كاينين اضرابات واقيله، لا اضرابات ديال النقابات وشي حاجه بحال هكاك؟ لا. هذا يوم مخلد، يوم عظيم، يوم تذكروه كاع المغاربه، ذكرى هذه المسيره، وهذه الذكرى هذه ما كيعرفها غير تقريبا اللي في العمر ديالنا حنايا، لانه عاشوها. واخا ما حضرش المسيره، شفتها في التلفازه، شفت الراحل حسن الثاني الله يرحمه نهار اللي لقى الخطاب. في ذاك الوقت انا شفت المسيره الانطلاقه ديالها، وشاركوا الناس عديد من المغاربه من العائله ومن غير العائله، وكان مخلد. المسيره الخضراء استرجاع اقاليم ديالنا جنوبيه، اقاليم مغربيه كانت في استعمار اسبان مع استعمار اسباني، ورجعت لنا للمغرب، رجعت للمغرب ديالنا.